هاي كعكة العيد كل سنة عم نعملها، عم نجيب الطحين ونجيب المصفاية متصفية ونحط فيها الميانات والرشرش والحبة البركة يعني نحن عم نقولها، والسمسم نحط فيها والفانيليا يعني هيك بنحط فيها، وبعدين بنجهزها نتركها شي يعني شي ساعتين ثلاثة، وإذا كان أكثر يعني بيطلع أحسن من هيك. وهيك بتجيبوا السمسم و احيانا يعني هن عم بيعملوه على ايد، وفي منهم عم بيعملوه على قالب، وبعدين بنحطه بالصواني. بس نحن عادتنا بنعمله بالايد اكثر شيء، يعني الحليب والسكر كمان عم نحط فيها، والسمن او اكثر شيء بنحط سمن وزيت النباتي. يعني بنجيبها من هنيك وعم نحطها بالفرن، نحطها حتى يستوي من تحت وبعدين يستوي من فوق، وبعدين ناخذها لهنيك هن بالطشط ولا يبرد، وبعدين بنحطها بالثواني وبعدين بيبرد، وبنحطها بالشو اسمه بالكياس وبنغطيها. هاي كعكة العيد يعني كل سنة عم نعملها.